خلونا نقول لكم على فقراتنا النهارده واللي هنبداها بالكلام عن السياحه الشاطئيه في مصر وايه اللي بيميز سواحل البحر الاحمر عن البحر المتوسط. والحقيقه اننا خلال السنين الاخيره بنشوف اقبال كبير جدا على السواحل على الساحل الشمالي واهتمام كبير بالاستثمار فيه، وده لجذب طبعا اكبر عدد ممكن من السياح. تفاصيل كتير هنعرفها من ضيفنا اللي هينورنا في الفقرة الأولى الخبير السياحي الأستاذ محمد قعود. أما فقرتنا الثانية يا دينا هتكون بمناسبة اليوم العالمي للشباب اللي بيحتفل بيه العالم كله في 12 أغسطس من كل سنة، عشان كده عايزين نعرف إزاي نهتم بالأجيال الجديدة شباب المستقبل، ونهتم كمان بتنشئتهم بشكل صحي عشان يكونوا قادرين على مواجهة تحديات الحياة والتغلب عليها. تفاصيل مهمة هنعرفها من ضيفنا دكتور هشام رامي أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس. فقرة مهمة جدا جدا، بس زي ما عودناكم هنروح نشوف ايه ابرز الترندز اللي المصريين كانوا بيدوروا عليها اليومين اللي فاتوا، وترجع لكم مره ثانيه. Thank you.
ورجعنا لكم مرة تانية، وصباح الورد والفل والياسمين على حضراتكم مرة تانية. هنبتدي بقى فقراتنا الإخبارية النهاردة مع حضراتكم من النصيحة اللي قالتها هيئة الدواء المصرية للسيدات الحوامل يدينا. إيه بقى هي النصيحة؟ هي عبارة عن إن إحنا مفروض ضرورة البعد عن أكل الكبدة بكميات كبيرة، وخاصة في الشهور الأولى من الحمل. طبعا ده خبر غريب جدا، اللي احنا عارفين ان الكبده غنيه بقى بالحديد ويعني وفيتامينز، والكبده دي حاجه مهمه، ولكن الكبده طبعا هي من الاكلات المفضله كمان عند ناس كتير، لكن اكلها بكميات كبيره خلال فتره الحمل ممكن يسبب مشاكل صحيه كتير للحوامل او للجنين، وده يعني لازم الستات تاخد بالها، لان فيتامين اي في الكبده ممكن يعمل بعد الشر تشوهات للجنين وحاجات كده. صح مظبوط، وكمان لان الموضوع طبعا خطير ومهم، وكمان خطير طبعا ومهم، الهيئه عملت منشور توعوي اكدت فيه ان الكبده مصدر غني طبعا جدا بالفيتامينز وكمان فيتامين اي، وكان اكل كميات كثيره منه خلال الحمل بيسبب الضرر للجنين، ونصحت كمان بالبعد عن المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على فيتامين اي. كمان موقع بيبي سنتر قال ان رغم من ان الكبده من الاكلات الصحيه الغنيه بالعناصر الغذائيه المفيده للانسان، لكن زيادتها بتؤدي لاصابه الجنين بتشوهات خلقيه في الأشهر الأولى من الحمل. طبعا الموضوع ده جديد ومفاجئ جدا بالنسبة لنا، وإحنا عايزين نعرف أكتر عن مخاطر أكل الكبدة خلال الحمل. خلونا نرحب بضيفنا على الهاتف الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة القاهرة. صباح الورد على حضرتك. صباح الخير يا فندم. طبعا زي ما احنا سمعنا ان الكبده ليها ضرر وممكن تاثر على يعني الجنين او تعمل تشوهات، فعايزين نعرف من حضرتك ايه المخاطر بالظبط اللي بتسببها للجنين. هو اولا هو الموضوع مش جديد بالنسبه لنا، هو طبعا احنا كاطباء عارفين القصه ديت من زمان. القصه ان الفيتامينات بتتقسم الى نوعين، في نوع بيدوب في الميه وبالتالي دوت ما يقدرش يحصل، ما ينفعش يحصل تسمم منه، لان مهما اخذنا زياده عن حاجتنا هينزل في البول. وفي انواع بتتخزن في الجسم لان هي بتدوب في الدهون وبالتالي تتخزن في الجسم، اللي هي في الكبد بالذات، اللي هي فيتامينز A وD وE وK، دولت بيتخزنوا وبالتالي بقى لا ممكن يحصل ايه زياده منهم في الجسم لو اخذنا زياده. فيتامين A الزياده منه بتاثر على الكبير وتاثر كمان على الجنين وهو بيتكون. يعني دكتور احنا سمعنا ان واحنا بنقول الخبر دلوقتي ده فيتامين A لو كان زياده ممكن بعد الشر يعمل تشوهات للجنين، فدلوقتي ده خبر مقلق الحقيقه، واحنا يعني اول مره اسمعه في حياتي، وانا المعروف عن الكبده ان هي اكله صحيه جدا، فايه الاعراض اللي ممكن تظهر على اي سيده حامل من خلالها تعرف ان في مشكله فيتامين A زياده محتاجه تروح تتشيك اب بسرعه عشان تطمن على البيبي والكلام ده كله؟ لا احنا مش بنستنى ظهور اعراض. أوكي. لان الـ 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 الاعراض دي بتبقى حاجه يعني على نسبه بطيئه، وزي ما اتفقنا ان مش الام هي اللي هتصاب باعراض زياده البيبي. فيتامين الف هي أوكي. مش هتوصل ليها المرحله دي، انما بالنسبه للجنين الكميه اللي بتاخدها هي اللي هتكون تسبب تشوهات عنه، فمش بنستنى. احنا عامه بننصح الام ان هي رقم واحد ما تاخدش فيتامينات فيها فيتامين ألف، وده نادر يعني بيبقى صعب، لأن الفيتامينات العادية اللي بتتاخد بتبقى مراعية النقطة دي بالذات الشهور الأولى، فوليك أسيد والحاجات دي بس. وإحنا في الشهور الأولى مش بندي مركبات فيتامينات، وكده أو كده مركبات الفيتامينات ما بيكونش فيها، فلازم الأم تكون بتاخد دواء معين. وكده أو كده طبعا أي واحدة حامل بتستشير الطبيب بتاعها قبل ما تاخد الدواء. الحاجة التانية بقى بالنسبة للكبدة بالذات، التوصيات الدولية انتهت لإيه؟ إن إحنا يبدو إن الاتصال حضرتك معانا يا دكتور؟ اتفضل. صوت حضرتك بس بعد شوية، ممكن حضرتك تعيد تاني؟ بنطلب من الأم ما تاكلش كبدة في أول 3 شهور. أوكي. طيب هل يا دكتور في اضرار تانية غير ان هو في ممكن يحصل تشوهات للجنين؟ يعني في اضرار ممكن تحصل للام، او فيتامين A بكثره اصلا عامه هو مضر للانسان؟ فيتامين A بكثره مضر للانسان، والزياده بتاعته ممكن يا اما بطريقه حاده وديت نادره، يا اما بطريقه مزمنه تعمل بقى اعراض في الجلد، تشققات
تعمل تورم في الشفتين، والأهم من كده إن هي بتعمل مشكلة في العظم، تخلي العظم يحصل فيه مشاكل هشاشة، والدم هو اللي يبقى فيه كالسيوم كتير، وبالتالي برضو ده ممكن يؤدي لمشاكل. إنما يعني نرجع تاني بالنسبة للكبدة، حضرتك سمعاني ولا الخط لا قطع؟ سامع حضرتك. احنا بنقول ان هي ممنوع تاكلها في اول 3 شهور، بعد كده بنقول لها ممكن تاكلها مرة او مرتين في الاسبوع، ولان الكبدة ليها فوائد برضو زي ما حضرتك قلت. يعني حتى الإنسان العادي ما يكثرش من أكل الكبدة، لأن الفيتامين إيه لو زاد عن حد وده شيء مش لطيف. طب احنا محتاجين بس عشان احنا ذكرنا يعني سيدات الحوامل، إيه الفيتامينز المهمة في أول شهور الحمل للسيدات الحوامل؟ بالنسبة للفيتامينات عامة، دايما بحب أنبه إن متطلبات الجسم من الفيتامينات سبحان الله ربنا عاملها إنها مش كميات عالية، أوكي بحيث صعب أصلا إن الواحد يجيله نقص في فيتامين معين إلا لو في مشكلة كبيرة في الغذاء بتاعه. أوكي فدايما بنقول للسيدات إن هم علشان يغطوا موضوع الفيتامينات ده، مطلوب منهم الآتي: إنهم ياكلوا أكل صحي، خضار وبروتينات، حاجات طبيعية وحاجات فريش هيكون فيها كل حاجة. وجبات غذائية يعني كاملة متكاملة زي ما بيقولوا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا. يعني دلوقتي احنا اهو عرفنا على ده كان بالنسبه لي خبر جديد، الحمد يعني ممكن لله. وانا أنا أصلا حامل مش كنت بحب باخد الكبدة. اصلا، بس ما كنتش باخد فيتامين، بس ممكن كنت بكون باكل كبده. طبيعي؟ لا الحمد لله. انا ما بحبهاش قوي يعني بصراحه. بس يعني اهتميت بالخبر عشان في ناس كتير عارفه ان الكبده دي يعني وجبه غنيه فعلا بالحديد، ودايما يقول لك الكبده صحيح، دي مفيده جدا وكده، فهي مفيده جدا وكل حاجه، ولكن للحوامل نتجنبها بقى. نتجنبها على قد ما نقدر، اصل صحيح التشوهات دي قصه كبيره، وبرده للناس العاديه بلاش ناكل كبده كتير. بالظبط. تعالي بقى نروح دلوقتي نطمن مع المشاهدين على درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونرجع لكم مره تانيه، انتظرونا. ورجعنا لكم من بعد الفاصل، وخلينا نروح معاكم دلوقتي الخبر اللطيف جدا، وهو تكريم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لأكبر ناجح في الثانوية العامة، وهو الطالب حسن محمود عبد المولى من مركز جهينة اللي عمره 62 سنة. يا دينا يعني ده أكبر طالب في الثانوية العامة 62 سنة عم ونجح حسن. بتفوق. بالظبط. طبعا الأستاذ حسن محمود يا سلمى حصل على مجموع 77.6% بالشعبة العلمية، علوم يعني، والحقيقة إن ده مثال طبعا مشرف للتحدي والكفاح والنجاح كمان، واحنا يعني كنا فخورين جدا بيه، عشان كده خلونا نبارك له على الهواء. صباح الورد عليك عم حسن.
صباح الفرد والياكلين والكل على صباحك كل نور، والف الف مبروك. يعني خبر جميل، واحنا يعني سعداء جدا يعني بوجودك معانا، وبنقول لك الف الف مبروك. الله يبارك في حضرتكم والشعب المصري كله بخير يا رب، والريس بخير والدنيا كلها تكون بخير وكل واحد فرد الخير فيلاقي الخير بإيده. يعني عم حسن صباح الورد عليك، وحضرتك يعني مثل يحتذى به اكيد، ويعني احنا محتاجين نعرف منك حاجات كتير قوي. يعني قصه المذاكره دي، يعني دايما يقول لك التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، فالتعليم في سن اكبر شويه بتهيألي الموضوع كان صعب، وكمان علمي علوم يعني حضرتك مش بنقي حاجه سهله وفي السن ده، فايه اللي خلاك تاخد الخطوه وتقول لا انا خلاص انا هخش ثانويه عامه؟ والله يا حبيبتي هو يعني ما فيش حاجه صعبه في التعليم اوكي الا غير لما يكون يعني العمليه متعثره بس. وانا كانت يعني تاخيري في التعليم كانت العمليه متعثره في يعني انا طلبي كله كان في سجن. يعني ايه سبب تاخيرك في التعليم؟ يعني ليه حضرتك من بدري ما اخدتش شهاده الثانويه العامه؟ كان في سبب؟ حضرتك كانت 9 جنيه عطلت من 5 ل 74 لان الظروف كانت قاتله، والوالد كان مصري كبير طبعا صاحب مرض، فما اقدرش انا اخليه هو يعني يشتغل عليا ولا بتاعه يقوم من مرضه وبتاع، فانا صبرت الحمد لله يعني لحد ما يعني ربنا برضه بدعائهم. طبعا احنا بنحييك على المجهود اللي انت عملته ده، وان انت فعلا يعني لما جات لك الفرصه قدرت تعوض الحاجه اللي انت اتحرمت منها. زمايلي زمايلي واخده بالك لما يعني انا لما حكيت على طول من زمايلي كده في الشغل، انا كنت موظف في التربيه والتعليم في اداره الجهات التعليميه، بدات اعمل يعني مش بالشهاده الابتدائيه، فالناس يعني قالوا لي قال ده ساعات الريس ليه يا عم حسن لما انت عندك طموح كده وعاوز تجي، طب ما الريس فاتح التعليم، طب ده يشكر الريس اللي هو يعني فاكر في واحد زي حالاتي كده بتاع السن ده كله. بس والله يعني برافو يعني ان ممكن تقدم، فقدمت واخده بالك، فالحمد لله ربنا اكرمني اخر كرم لانه انا قدمت بعزيمه واصرار برضه. طيب اكيد طبعا كان عندك ولاد طبعا صح؟ عندي. ربنا قول لنا بقى لما قلت لهم ازاي شجعوك وقالوا لك ايه؟ احلى فرحه بالنسبه لهم، لانه انا اساسا هم يعني كانوا هم خلصوا اللي خلص كليات واللي قاعد مازال في كليه، يعني قاعد عنده واحد مازال في كليه لحد دلوقتي ختمها ان شاء الله. طب يعني يا عم حسن احنا دلوقتي بنتكلم على يعني خلاص حضرتك نجحت واخدت شهاده الثانويه العامه، ناوي بقى تخش كليه؟ ناوي تاخد خطوه ثانيه؟ لا انا كان يعني عاوز اولادي بصلاه على النبي كلهم، مفيش واحد عرب في حكايه التعليم، لان هم كانوا عاوزين في الكليه السعوديه كلهم ساعدوني، يعني فيهم فيهم اللي ساعدني واخده بالي، وفيهم اللي كان يشرح لي، وفيهم اللي كان ينصحني، وفيهم اللي كان يقول لي يا بابا. يعني بجد يعني حضرتك بجد بجد مثال مشرف جدا. بس احنا انا عايزه اعرف حضرتك بتشتغل ايه؟ مين؟ حضرتك بتشتغل ايه يا عم حسن؟ ساعات بتتعلم شويه. حضرتك بتشتغل ايه يا عم حسن؟ انا حاليا دلوقتي واخده بالك على المعاش. اوكي يعني هيك على المعاش و على المعاش دلوقتي ليا كانت ايه؟ انا عندي 62 عام. ما شاء الله ربنا يديك الصحه وطولة العمر. الله يخليك الله يخليك ويبارك فيك. طب احنا عايزين نتكلم اكتر عن شكل المقابله، المحافظ قال لك ايه؟ دي كانت لحظات سعيده جدا، احنا نفسنا بنعرض الصور دلوقتي، رئيس الجامعه يعني كرم حضرتك. والله انا حاليا دلوقتي عاوز يعني امنيت حياتي، طب انا بالنسبه كان معايا ابني في الخروج. صحيح صحيح، يعني الف الف مبروك. انا عاوز اكمل خروج، ويعني والسيد المحافظ امبارح ربنا يبارك في حضرته كرمني، والرئيس الجامعه الثاني الراجل ربنا يبارك فيه، وشكرا على استقبال الحفل يعني اللي استقبلوه لي هو وسعاده المحافظ، والناس دي يعني الناس دي عمله نادره عمله نادره فعلا يعني كل والله والله يا استاذ حسن يعني حضرتك العمله نادره في العيلة. حقيقي حقيقي العملة نادرة، ويعني بنشكرك شكرا جزيلا. لا عملة نادرة والله، لأنه كل ما بتعلي في التعليم كل ما ربنا واخدة بالك بيزيدك من ناحية اللي أكثر وأكثر. طيب عم حسن أنت كنت مش كتير عليها يعني مش كتير عليها. أنا 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 في موقفي ده امبارح على استقبال محافظتهم ليا ده ما ده شيء يعني أنا حسيت نفسي كده دلوقتي مولود من يعني من بطن أمي جديد. طيب عم حسن أنت عايز تدخل كلية حقوق؟ قلت ان انت عايز تدخل حقوق في جامعه سوهاج، وسعاده المحافظ امبارح الراجل قال لي حاضر
والسيد الدكتور برضه رئيس الجامعه ونعم مهنات ربنا قال وله من جيب البدله، يعني شوفوا ولو من جيب البدله دي بحاجه دي واخده بالك، يعني مش قليله على 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 يعني على واحد زي عمك حسن واخده بالك. يعني عم حسن واحد زي عم حسن ايه ده، يعني احسن ناس، وان شاء الله كمان اربع سنين يا عم حسن هنبارك لك على التخرج من كليه يا رب بجاه النبي احجك احلى مجموع لجمهور مصر العربيه ان شاء الله ان شاء الله. والف الف مبروك تاني يا عم حسن، وبشكرك شكرا جزيلا يا عم حسن محمود، ويكرمكم ويكثر من امثالكم، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وتحيا حق عم حسن كمان. نشكرك على الطاقه الايجابيه دي، يعني اكبر طالب في الثانويه العامة عم حسن 62 سنة، احنا بنشكرك شكرا جزيلا، يعني حاجة مشرف والله العظيم، حاجة لطيفة جدا، وان في السن ده يعني بصي ما فقدناش الامل، عندنا لسه عزيمة وباشن، يعني ده حتى مثال لينا وللطلاب الصغيرين ان لو فاتك حاجة هتفضل طول عمرك ندمان عليها وعايز ترجع لها وتعوضها، فانت فيها دلوقتي بقى ما تضيعهاش من ايدك. واي حد فعلا يعني ما يعني سنه يكون كبير وهو ما يحسش ان هو سنه كبير فخلاص الدنيا وقفت كل حاجة خلاص فاتت، ولا طبعا طول ما احنا يعني فعلا موجودين على الدنيا وبنتنفس وعايشين وبصحه كويسه احنا نقدر نحقق اي حاجه احنا كنا عايزين نعملها وكانت الفرصه ما يعني خلتنا ما نعملهاش، فنقدر نعملها دلوقتي، واحنا طبعا بنبارك له مره تانية. طيب خلينا بقى نروح لخبر تاني. مدينه برلين في المانيا عملت لسياحها تجربه جديده لنقل الاحساس بالطيران من خلال ركوب اعلى مرجحه في اوروبا اللي طولها بيصل الى 120 متر ومثبته على سطح احد الفنادق في وسط مدينه برلين. هي شبه المراجيح العاديه، لكن بقى الجديد فيها ان اللي راكبها بيشوف من تحت رجليه طبعا العاصمه الالمانيه كلها. في حاجات كده افتكرت حاجه ضحكتني قوي، يعني في يعني اكسبريشن يضحك بيقول لك في حاجات كده ترد الروح للي خلقها. فالمرجيحه دي تحس انها ترد الروح للي خلقها. يعني الموضوع عنيف شويه. الغريب كمان ان رغم التجربه المرعبه اللي احنا شايفينها على السكرين دي محتاجه طبعا قلوب جامده جدا، كل يوم من وقت ما اتبنت في شهر يونيو اللي فات بيجي لها مش اقل من 100 زائر عشان يجرب المرجيحه اللي حضراتكم شايفينها على السكرين دي ويختبر يعني قوتها ويختبر قوته في نفس الوقت وقوته على مواجهه الخوف، ودي بيركبوها يدينا تقريبا ب 20 يورو. فهي حاجه مش عارفه لطيفه ولا مخيفه ولا الاكسبريشن ايه، بس انا عندي فضول اسالك تجربيها ولا لا. انا جربت الاصعب منها، انا يعني جربت واحده في المالديفز بس كانت لطيفه لان ايه في شجر، يعني في هو عاليه جدا ولكن يعني مرحله السقوط هتبقى على مراحل. انا جربت اصعب من كده، عارفه الطيارات اللي تبقى في الجونه اللي هي المكشوفه خالص ما فيش اي حاجه خالص. انا ركبتها دي في دبي، بس برضو دي انت جوه طياره، انما كده انت حزام بس ومرجيحه عباره عن سلسلتين. يا جماعه انت شايفه البنت قاعده يعني تحتها حتى المرجيحه يا دوبك على مسافه قصيره برضو، يعني لو اتقلبنا على ظهرنا الحزام متقطع اي حاجه ممسوكين كويس. لا يا سلام اللي اكده. طب ما يعني انت لو هناك ما تعمليهاش ارد الروح للي خلقها. لا بجد جربي احساس طيران، اصل هي مسافه قصيره انا ممكن اجربها، انا عادي مع الموضوع الطيران، اهم حاجه ما تنزلنيش الميه. يعني مش عارف، بس في يعني ناس بتجرب حاجات، خلي بالك في ناس بتنط باراشوت يعني حاجات اكبر من كده بكتير. عملتها دي برضو عادي. لا انا عندي برضو الخوف من الطيران، بالنسبه لي ما عنديش مشكله فيه، اهم حاجه ما تنزلنيش في قاع البحر او ده بقى اللي بيسبب لي فعلا رعب. بصي دي الحاجات بتاعت الناس اللي تقول لك ادرينالين فظيع واجرب ومتعه وكده، انا بحس ان ده ريسك ملوش اي لازمه الصراحه. بس الفكره بقى يعني هم عملوا مرجيحه عملوا منها سياحه، لان طبعا في اعداد كتير جدا يعني في اقبال عليها، فمن فكره بسيطه عملوا سياحه برضو فكره. بصي هي لطيفه وكل حاجه، ولكن في افكار تانية، يعني عندك مثلا في دبي الابراج العاليه جدا بتبقى ازاز، فانت بتتزحلقي على شايفه انك فاهمه تحت حاجه عاليه جدا، سيف ستيل سيف. انما دي بالنسبه لي لما بشوفها بفتكر دايما الفيديوهات اللي بتبقى موجوده على السوشيال ميديا بتاعت مثلا الملاهي، اما تلاقي حاجه كبيره جدا يعني لعبه كبيره جدا وقويه جدا وراحت مفوقه بالناس. لا بس خلق يعني فما بالك دي استثناء. ممكن نعملها فوق البرج عندنا. بحاول اكون ايجابيه الصراحه، بس يعني مش فوق البرج بقى. انا الصراحه يا جماعه مش شايفه ان ليها لازمه، وال 20 يورو ممكن نعمل بيهم حاجات ثانيه الطف بكتير. شكرا بواصلك الخبر. يعني ممكن نجرب حاجات ثانيه تبقى ممتعه اكتر وتبقى مش مخيفه زي المرجحه دي. انتوا عايزين تختبروا بقى قوتكم وقوه قلبكم وكده،
ردوا نروح بقى للحلقه براحتكم، نروح بقى لخبر تاني، خبر تاني خالص، ولكن المره دي من الصين اللي نشرت جريده ساوث تشاينا خبر ان شركه سانشينغ ترانسبورتيشن رفضت تعيين اشخاص من مواليد عام الكلب الخاص بالتقويم الصيني لوظيفه في مكتب بمرتب ب 3000 ل 4000 جنيه او يعني يوان بالعمله الصينيه، والاعلان اشترط عدم قبول الطلبات من مواليد عام الكلب. يا دينا ده خبر حقيقي. طبعا السبب في رفض تعيين حد من مواليد عام الكلب حسب التقويم الصيني راجع طبعا لان رئيس الشركه من مواليد عام التنين، وان حسب المعتقدات التقليديه الصينيه مفيش توافق بين مواليد عام الكلب ومواليد عام التنين، ورئيس الشركه مش عايز طبعا موظف يسبب له مشاكل وخلاف دائم طول الوقت. الموضوع ده اثار اهتمام الصينيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين المؤيد والمعارض. احنا محتاجين طبعا نعرف راي خبراء الفلك والأبراج في الموضوع ده، وعلشان كده خلونا نستقبل على اتصال من الأستاذة عبير فؤاد خبيرة الأبراج وعلم الأرقام. صباح الورد على حضرتك. صباح النور، صباح الجمال عليك. صباح الجمال. طبعا زي ما حضرتك شفتي الخبر اللي معانا ان في مدير مرضاش يستقبل موظف جديد بسبب ان الابراج مختلفه، فعايزه اعرف من حضرتك هل فعلا في عدم توافق بين الابراج وبيكون سبب كمان في خلاف دائم والافضل ان احنا نبتعد عن اي برج بنختلف معاه؟ شوفي انا ليا يعني فلسفه مختلفه رغم ان انا خبيره ابراج وعارفه انه في طبعا ابراج مش بتتفق مع بعضها، بس انا في مقوله كده او سلوجن الحقيقه انا اللي بألفها بقول لو فهمنا بعض هنعرف نعيش مع بعض. صحيح. حلو. ده لو بقى يا استاذ عبير ده لو فهمنا بعض ده طلب صعب جدا هنعرف نعيش مع بعض، بس المهم تكون النيه خالصه لانه احنا ممكن نفهم بعض علشان نضايق بعض. صحيح صحيح. بس يعني خلينا نقول بما انك خبيره ابراج، في ابراج معروف عنها ويعني مش عارفه ليه بس بحس الصفات فعلا بتبقى قريبه قوي من البرج، يعني انا صفات برجي حقيقي قريبه مني وما اعرفش ايه السبب، ولكن ده علم، خلينا نقول ان هو علم. ففي ابراج فعلا صعبه التعامل، صعبه الميراث، صعبه التفاهم. ايه بقى الابراج دي عشان الناس تاخد بالها بعيدا عن عامل الكلب؟ تحس انها صبه يعني بس الراجل حولها ان هو برج الكلب، يعني تحس انها صبه كده. فيعني بعيدا عن عامل الكلب والخبر اللي معانا، ايه الابراج الصعبه نتعامل معاها؟ في الابراج الصينيه في الكلب وفي القرد وفي خلينا في الابراج المصريه بقى بس الخبر يعني حسسنا ان البرج فعلا يعني. فايه الابراج بقى يعني بالابراج المصريه زي ما بنقول اسماء الابراج بتاعتنا عادي، ايه الابراج اللي صعب نتعامل معاها؟ برافو عليكي انك قلتي الابراج المصريه لان هم المصريين القدماء اللي حطوا قصه العلم الفلك. صحيح صحيح. وقصه علم الابراج. فهي جميل قوي ان نقول الابراج المصريه. صحيح. طيب الابراج بقى اللي في الشغل تعبين، والحقيقه حتى في الجواز كمان تعبين. انا بشوف انه برج العذراء في مشكله لانه منافس شرس. اوكي. وهو مبين لك ان هو ولا فارق مع حاجه ولا همه، فينيمك خالص يعني ما تحسيش ان هو منافس فتاخدي بالك منه، تاخدي حمايه او حذر منه. لا هو بينيمك وبعدين يعني يجي يضرب. فالمنافسة برج العذراء الحقيقه ما اعرفش انتوا برج ايه بس لا مش هقول عشان يعني نبقى الموضوع بنزاهه، وفي اخر مكالمه اوعدك هنقول احنا ابراج ايه. طيب اتكلم بقى براحتي. لا براحتك خالص. هقول لك اخر مكالمه. طب وايه تاني اصعب الابراج في التعامل سواء في الزواج او في الشغل او في الصداقه؟ في ابراج بتبقى غيوره وبتبقى عندها حب تملك، يعني ما اقصدش انها بس انها بتغير من اسد طبعا بتغير عليكي، يعني بتبقى حاسه ان انت خلاص انت صاحبتها تبقى انت ملكها. فبيبقى في حب تملك. ده برج ايه بقى؟ صاحبه. ممكن احيانا الحمل مع اصحابهم يعني يغيروا على اصحابهم قوي، مش عايزينهم يتحدث. الحمل مش الاسد؟ الصفات دي حمل مش اسد؟ والاسد، الاسد فيه مشكله على فكره. انا بحب قوي الاسد كصحبات. هو برج جميل. يعني بنجذب ليهم. انا ميزان، فانا دايما الاسد والميزان فيهم تشابه كتير من بعض، مزاجهم زي بعض كده، حاجات كتير ممكن تجمعهم يعني وينجذبوا. لكن في مشكله فظيعه في العلاقه دي. في الاخر الصداقه مش بتكمل لان الميزان عايز العدل،
الميزان دايما بيبقى عاوز انه زي ما انا بضحي عشانك انت كمان وقت محتاج منك تضحيه تعملي او يعني مش تضحيه كبيره، لكن يعني نحترم رغبات بعض. فانا ممكن اجي على نفسي شويه عشان ابسطك، وانت تيجي على نفسك شويه عشان تبسطيني. يعني هاجي على نفسي شويه واستنى اشوف نتيجه، مفيش نتيجه هضطر اتراجع. ده برج الميزان. مش عايزه نتيجه غير اني اشوف صاحبتي مبسوطه وانا اصلا برج الميزان. اعترفت اصلا انا برج الميزان يا استاذه عبير. ايوه صحيح. فانا مش عايزه منها حاجه غير اني اشوفها مبسوطه. فانا كمان هبقى مبسوطه، هقضي وقت حلو مع لان صاحبتي مبسوطه. لكن هي كمان لازم يبقى عندها نفس الانتنشن، يعني لما اكون انا نفسي مثلا اروح مكان معين او اكل اكله معينه وهي تقول لي لا لا طب يعني انت مش عايزاني ابقى مبسوطه بقى. طب سريعا 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 جدا يا استاذه عبير، الابراج 1 2 3 اللي نبعد عنها خالص في الحب والريليشن شيبس على قد ما نقدر. لا شوفي ما اقدرش اقول ده يعني نبعد، لكن احنا قلنا لو فهمنا بعض نحرص. لكن ناخد بالنا، يعني انا اشوف برضو العذراء كاسم، اسم العذراء ده حد عايز يعيش هيكون دائما العذراء قوي. اوكي لا لا يعني واخد دور بطوله معانا في كل الحاجات الوحشه. هو صعب لا بس في غيره. اوكي يعني العقرب كمان من الابراج الصعبه لانه مسيطر ومحب للمعارك. ثالث برج الثالث برج ممكن احيانا القوس، القوس مسيطر بس هم جدعان في الصداقه جدا يعني. طيب هو يعني استاذه عبير هو بجد الموضوع يطول شرحه، موضوع الابراج ده يعني علم واسع وكبير، فاحنا بندعو حضرتك تكوني منورانا في فقره نتكلم باستفاضه لان احنا عندنا اسئله كثيره جدا وبتجيلنا اسئله كثيره جدا تخص الابراج. فانا بشكرك شكرا جزيلا للاستاذه عبير فؤاد خبيره الابراج وعلم الارقام. فانت برج ايه دي؟ انا برج ايه؟ فانا وعدتها هنقول احنا الاثنين، فانا قلت ان انا ميزان. انا برج الثور. برج الثور على فكره ده برج جميل بجد. هو بس عصبي وعنيد. على فكره دينا برج الثور بقى خدي بالك. دينا مخرجه البرنامج بتاعتنا برج الثور برضه عصبي وعنيد. على فكره عصبي وعنيد دي اقل العيوب اللي ممكن تقروها عن الابراج يعني. عندك الميزان عنده عيوب كتيره، متردد وهوائي. فيعني كل برج فيه عيوب وفيه مميزات، ولكن مميزاته برج الثور ان هو طيب جدا ودي ميزه حلوه قوي. طيب. الميزان طبعا مش عايز اشكر في نفسي خلينا بقى ندخل في الخبر تاني عشان كده معانا خبر تاني في الابراج كلها. طبعا معانا في نهايه فقرتنا الاخباريه فيديو لطيف عن سباق سنوي بيتعمل في حاجه علقت بيتعمل سباق سنوي بيتعمل في روسيا، شارك فيه السنه دي 10,000 شخص بيمثلوا 12 دوله ضمن مهرجان ساب بورد السنوي الدولي، وكان ما بين الدول دي استونيا وفرنسا وبوليفيا وكوريا الجنوبيه واستراليا ومصر. رحله السباق طولها 8 كيلومتر على طول نهر وقنوات المدينه الروسيه، وبيعتبر الكرنفال ده اكبر مهرجان لركوب لوح الصب في العالم، واستمر لمده 4 ساعات. يعني الغريب في الموضوع ده او في المهرجان ده السنه دي هو ان لوح صعب ده يعني هو اولا تابع لشركه روسيه وحطم الرقم القياسي لان طوله 15 متر وشال فريق مكون من 50 رياضي. ومن المعروف ان اللوح السباق المائي ده يعني كان حطم كمان سنه 2023 الرقم القياسي في موسوعه جينيس العالميه كاكبر لوح صعب في العالم. فده ده خبر لطيف جدا ودخل الموسوعه. افتكرات كل شويه في حاجات يعني موسوعه كده كده معانا كل شويه اخبار اغرب من اللي قبلها، ولكن ده خبر لطيف. هنخش موسوعه بايه؟ مش يعني ندخل الموسوعه نشوف حاجه ثانيه. طيب يعني هنشوف موضوع الموسوعه ده، بس يعني ايه نروح لخبر بالظبط نروح لخبر تاني. طيب خلونا نروح بقى لخبر اخير وهو عن جوله الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا في عدد من المصانع والمنطقه الصناعيه والحره العامه في مركز كفت بالمحافظه، واللي اطلق خلال اشاره بدء توصيل التيار الكهربائي للمنطقتين. خلونا نروح نشوف التقرير ده ونعرف تفاصيل اكتر عن الجوله ونرجع لكم باول فقراتنا، انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده في زياره لقفت المنطقه الصناعيه كلاحين قفت، وقبليها كنا الصبح في المنطقه الحره بقفت برضو. وهنا بنتكلم على استثمارات صناعيه كبيره جدا، المنطقه الصناعيه بكلاحين قفت واحده من
4 مناطق صناعية على مستوى الصعيد مكتملة المرافق. استثمارات هائلة للدولة، مليارات تم إنفاقها. هيئة التنمية الصناعية بتشرف على الانتهاء من الأعمال بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزارة التنمية المحلية، وبدعم من البنك الدولي. النهاردة احنا بنشهد إطلاق التيار الكهربي، كده انتهى العمل في الموزعات الفرعية والموزعات الرئيسية وإطلاق التيار. الحمد لله بنهنئ الجميع بوصول التيار الكهربي لكل المصانع في المنطقة الصناعية بكلاحين قفط. المياه والصرف الصحي موجود، شغاله بقاله سنة. الغاز الطبيعي موجود، يعني اكتمال كامل للمرافق. إن شاء الله بإذن الله نروج للمنطقة الصناعية عشان نوصل لمعدل إشغال 100% بإذن الله في القريب العاجل. وبتكلم على الاستفادة من المقومات، مقومات النجاح اللي موجودة في منطقة قفط سواء المنطقة الحرة أو المنطقة الصناعية، وقربها من مينا سفاجة ومينا القصير للتصدير إن شاء الله. نتمنى النجاح. بنشكر كل شركات المقاولات اللي شغالة، بنشكر هيئة التنمية الصناعية، بنشكر شركات البنية الأساسية التابعة لنا، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والغاز وكله. وبنتمنى طبعا شرفنا طبعا بحتى السادة نواب البرلمان مشاركنا في زيارة علشان ينقلوا لنبض الشارع الإنجاز اللي بيتم، ويشجعوا المستثمرين ان هم ان شاء الله يتقدموا ويحصلوا على أراضي ويبدأوا في دوران عجلة الإنتاج بإذن الله. ورجعنا لكم بأول فقراتنا النهاردة، واللي هنتكلم فيها عن السياحة الشاطئية في مصر، واللي بتعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي للبلد. والحقيقة أن مصر بتتميز بشواطئها الجميلة طبعا المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، عشان كده بيجي لها السياح من كل العالم. عشان كده كمان نقدر نقول أن الدولة مهتمة بشكل كبير بتنمية المدن الساحلية والاستثمار فيها، وده اللي بنشوفه الفترة الأخيرة في الساحل الشمالي اللي أصبح وجهة عالمية. خلونا نرحب بضيفنا النهاردة اللي منورنا في الاستوديو، الخبير السياحي الأستاذ محمد قعود. صباح الورد عليك. صباح النور عليكم. صباح الورد. صباح الفل على حضرتك. يمكن احنا شايفين مؤخرا العالمين كمان تحديدا والساحل الشمالي في طفرة وفي تطور، في مهرجانات وفي اهتمام بشكل كبير قوي. فتفتكر العالمين راحوا بينا لفين؟ أولا برحب بتواجدي معكم النهاردة. العالمين رايحة بينا لفين؟ العالمين يعني العالمين تعتبر زي ماستر بيسز، هي تحفة فنية في شغل مجهود كبير قوي فيها للتنمية، وهتفضل على طول خلال الفترة الجاية في تطور مستمر. احنا دلوقتي شايفين العالمين أو الساحل الشمالي إن جنرال بيتقلب لديستنيشن، يعني هو دلوقتي بيتقلب لوجهة مستديمة، وفي أركان كتيرة جدا من الدولة مركزة عليها بحيث إن هي تقدر تعمل نمو قوي وفعال في منطقه الساحل الشمالي بالكامل. اوكي. فلما نيجي نبص على مدينه العالمين بالتحديد، مدينه العالمين بتبص على محاور كتيره جدا. المحاور الاساسيه فيها طبعا ازاي ان يبقى فيها تطوير مستمر، الاستدامه هتكون عامله ازاي، تطور راس المال البشري فيها هيكون عامل ازاي، ازاي التنافسيه وجذب الاستثمار في مدينه العالمين الجديده، الفعاليات الماركتنج والبوزيشننج او التسويق والحاجات بتاعتها هيتم مكانتها عامله ازاي. فدي كلها من الاركان اللي دلوقتي الدوله مهتمه جدا بالتركيز على كل الاركان دي، وعاملين طبعا زي فيجنري استراتيجي او استراتيجيه واضحه ازاي عاوزين ياخدوا العالمين ومنطقه الساحل الشمالي بالاخص الى العالميه. اوكي، عظيم جدا. طيب احنا طبعا شايفين ان خلال السنوات الاخيره خصوصا السنتين اللي فاتوا او الثلاثه، بقت الساحل يعني او الساحل الشمالي كله بقى من اهم السياحه الشاطئيه، وكمان بقى يعني كسب شهره كبيره جدا. فعايزين نعرف سبب ده ايه، يعني كل الناس دلوقتي بقى واضح جدا على الخريطه وكل الناس بتروحوا زي ما شفنا الزحام. عايزين نعرف ايه الاسباب اللي خلته يعني بقى مشهور قوي كده. بصراحه الاسباب اسباب عده. اولا ابتدت بالاستراتيجيه، يعني ان يكون في استراتيجيه واضحه وصريحه للساحل الشمالي، فده يمكن دي كانت النبذه او النواه اللي فعلا خليته يتحط على الساحه الدوليه. بعد كده بقى في مجهود مستمر ازاي ان احنا هنقدر نوصله للساحه لهذه المكانه، فابتدت الاستثمار في البنيه التحتيه بشكل قوي جدا عشان يبتدي يعمل زي فاونديشن او يبتدي يعمل اساسيات
ازاي يقدر يبني عليها مدينة للمستوى البعيد. بعد كده ابتدت كمان اشراق القطاع الخاص، وخصوصا ان في كتير جدا من القطاع الخاص هو عاشوا طفولتهم في الساحل الشمالي والنهارده بقوا اصحاب قرار، فابتدت الدخول القطاع الخاص في التطوير والتنميه بقى بشكل كبير جدا، وبقى في منه تركيز جدا من الدوله انها بتدعم هذا النوع من الشراكات. بعد كده ابتدت بقى يبص للساحل الشمالي ازاي ان انت تقدري تعملي عوامل جذب فيه، زي ما شفنا فرضا ابتدت نشوف فعاليات المهرجانات اللي ابتدت تتعمل، فده نوع صحيح. من الانترتينمنت بيوصل بيه اتنين رساله، يعني واحد ازاي بيفعل نوع من السياحه المختلفه، لان سياحه الساحل الشمالي معتمده 85% على السياحه الترفيهيه والباقي مقسم ما بين فعاليات ومؤتمرات وانترتينمنت، وجزء كبير منها بيمثل في السياحه الداخليه، فهو كمان عاوز يبتدي يستجذب بيه اسواق. النهارده احنا بنشوف يمكن اكبر دول مصدره للساحل الشمالي طبعا السياحه الداخليه رقم واحد، بعدها تتبعها بقى دول زي السعوديه والاتحاد الاوروبي واقليه من الايشا باسيفيك ماركت او المحيط الهادي الماركت ان بارتيكولر، دول اكتر خمس اسواق بيغذوا الساحل الشمالي. طب احنا الساحل الشمالي يعني هو المفروض سكند هوم زي ما بيقولوا بلغه السوق، يعني مش فيرست هوم. انا احساسي ان المدينه دي او مدينه العالمين بوجود كمان جامعات زي مدينه الجلاله برضو احتمال قوي قريب تبقى فيرست هوم، يعني احتمال ما تبقاش بس واجهه سياحيه على حجم الاستثمارات اللي احنا شايفينه، على حجم البنى اللي احنا شايفينه، كل حاجه دلوقتي موجوده هناك حرفيا، ولسه اللي جاي اعتقد انه هيكون اكبر واعظم. فتفتكر ده ممكن يتحقق ما تبقاش بس واجهه صيفيه للناس وللسياح؟ لا ممكن يتحقق حضرتك، يعني هي واجهه ساحليه بس هي واجهه متميزه، يعني من حيث الطبيعه هي موجوده يمكن في اجمل بقع مصر كلها حقيقي. اثنين الاكسسبيليتي او الوصول ليها متاح بسهوله جدا، انت عندك حضرتك دلوقتي مطارات او مطارين اساسيين او ثلاث مطارات كمان اساسيين لو اخذنا فيهم مرسى مطروح بيخدموا الساحل الشمالي، عندنا برج العرب وعندنا مطار العالمين ومطار مرسى مطروح. ثالثا بقى الفتره اللي جايه هو لو حضرتك بتحولي الساحل انت محتاجه تجذبي اللي بنسميهم العقول او البرايت مايندز اللي هم بيقدروا ييجوا يفكروا ويقدروا ينقلوا their own business او ينقلوا شغلهم في الاماكن دي ويخلقوا من تحتيهم السبلاي تشين او النتورك بتاعه الشغل بتاعتهم. انا حاسه ان ده اتعمل على اكمل وجه، لان عندك منطقه زي منطقه راس الحكمه احنا بنتكلم انه من اربع سنين مثلا ابتدينا نشوف راس الحكمه ابتدى يبقى فيها كومباوندز، ابتدى يبقى فيها حياه، ابتدى فيها مش حياه حتى يعني لسه بنا دلوقتي، راس الحكمة موجودة على أرض الواقع ومن أحلى المناطق في الساحل الشمالي، فده تطور سريع ومبهج ومفرح الحقيقة جدا. معلك راس الحكمة أحد التداعيات اللي جاية بعد مدينة العالمين الجديدة، يعني ما كانش فيه مستثمر هيخش يستثمر هذا الحجم الاستثمار في الساحل الشمالي لو مش شايف له رؤية، وما كانش الرؤية دي واضحة غير لما ابتدت مدينة العالمين تبقى نواة ان يا جماعة لا ده الساحل يتحول الى منظومة اقتصادية كبرى. انا فاكرة راس الحكمة كان في البداية الناس عايزة تقولك لا احنا قلقانين نستثمر مثلا في راس الحكمة لسه مدينة جديدة الكلام ده كله، انت دلوقتي شايف راس الحكمة من انجح الاستثمارات اللي حصلت الفترة اللي فاتت. مظبوط صح، ويمكن اكبرهم كمان بحجم حكم الخدمات اللي موجودة هناك دلوقتي اللي موجودة في منطقة الساحل الشمالي كله. صحيح. فالتركيز من الناحيتين، من ناحية القطاع الخاص ومن ناحية الدولة، هو ده اللي فعلا مجمع مجموعة كبيرة جدا من رؤوس الأموال، وفي كذا دولة كمان حضرتك مراقبة حضرتك دلوقتي، يعني في كذا حد دلوقتي حاطط عينه على الساحل الشمالي بيتابع تطورات الساحل الشمالي مستني يشوف ايه انسب وقت للدخول وايه الفرص اللي ممكن يغتنمها. صحيح. ودي فرصتنا بقى ازاي ان احنا نقدر نجذب هذا راس المال الاجنبي نيجي يستثمر ويفتح استثمارات متنوعه جوه الساحل الشمالي. طب صحيح، وزي ما ذكرنا ان هو عمل يعني الساحل الشمالي خلال الفتره اللي فاتت شهره كبيره جدا وعالميه كمان، وطبعا بمستهدف السنه دي المهرجان العالمي ان كان يبقى فيه 2 مليون زائر، نقدر نقول حققنا قد ايه منهم؟ هل 2 مليون زائر ولا ممكن اكتر ولا اقل؟ هي حضرتك الساحل الشمالي السنه دي وصل له 10 مليون رحله، يعني لو بصينا يعني اكتر لو بصينا للساحل الشمالي كعام يعني عدد الرحلات اللي تمت بمراحل يعني احنا كنا عايزين 2 مليون السنه دي وصل اوموست 10 مليون للساحل الشمالي كله، يعني احنا في 10 مليون تريب او 10 مليون رحله نزلت منطقه الساحل الشمالي بالكامل، ده غير ان هو لسه مستمر لشهر اخر 9 كمان. جزء من الرحلات دي او من الجست اللي بيحضر الرحلات دي هو ده اللي بيروحوا يحضروا المؤتمر وفعاليات العالمين. نقدر نوصل للرقم ده، نقدر نوصل للرقم ده بسهوله. هل المدينه معده نستقبل هذا الرقم واكتر؟ لا، معده نستقبل هذا الرقم واكتر.
فهل ممكن نزود عدد الفعاليات؟ اه بالطبع ممكن نزود عدد الفعاليات. يمكن لو مهرجان العالمين دلوقتي مركز على الجزء الترفيهي، احنا هنشوف اول سبتمبر جزء مركز على المؤتمرات، ويمكن عندنا واحد من اكبر المؤتمرات اللي هيتم الاير شو هي في اول سبتمبر في منطقه الساحل الشمالي. طب ما اتكلمنا اكتر عن الاير شو. الاير شو حضرتك يعني معرض من اقوى المعارض اللي بتتم في الشرق الاوسط، وبيحضروا معظم الوزراء في جميع المجالات، وكان دايما بيتم في دول الخليج او دبي والامارات، يعني دبي ابو ظبي حاجات زي كده. والنهارده احنا قدرنا نحطه فور ذا فيرست تايم انه بقى يتحط على كالندر موجود او على نتيجه الساحل الشمالي. فده بالنسبه لنا اول فعاليات مستدامه، ان يبقى الاير شو ده لو بيحصل في العالمين كل سنه او كل سنتين هيبقى على طول ليه انطباعه، وكمان هيشجع عدد من انواع المؤتمرات المختلفه انها تبتدي تيجي تشارك برضو. وبالفعلية مع وجود مؤتمرات كتيره، وخصوصا ان المؤتمرات دي خارج فتره السيزن، فاحنا هنا ابتدينا ايه نشوف ازاي السيزن ابتدى يتمد. فاحنا النهارده الساحل الشمالي يمكن للسنه الاولى شايفين ان شهر اكتوبر وشهر سبتمبر فيهم عدد حجوزات لا باس به، يعني معظم الفنادق عندها نسبه اشغال عاليه خلال الشهرين دول. احنا في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي دي اعتقد ان احنا بنتكلم العالمين فول كاباسيتي اصلا. لا هو حضرتك يعني 7 و8 او جولاي واوغست هم على طول فول كاباسيتي لاجر، يعني حجم الطلب عالي جدا. احنا الساحل الشمالي كله لا يتعدى 6000 غرفه فندقيه كله يعني، ويمكن في البايب لاين اللي تحت الانشاء في خلال سنتين ثلاثه هنوصل 9000، واحنا عندنا الامكانيات ان نخليهم اضعاف الارقام دي. عظيم. طيب لو هنتكلم كمان عن الخدمات اللي بتقدمها الدوله في مدينه العالمين للزوار، يعني لو حد احتاج اي حاجه ايه الخدمات اللي فعلا موجوده ممكن حضرتك تكلمنا عنها؟ حضرتك دلوقتي مدينه العالمين بتقدم مجموعه الخدمات متكامله، يعني هي الماستر بلان اللي محطوطه مغطيه جميع اشكال وانماط الحياه. زي ايه مثلا؟ اقول لحضرتك احنا دلوقتي لو بصينا فعلا لاشكال الزوار لمدينه العالمين، احنا بنتكلم على الاسر بالاطفال، وعندك الاسر اللي من غير اطفال او بكده اطفال كبار، عندك كبار السن، عندك السياح اللي جايين هناك. لو بصيت لكل دول احنا خدنا او العالمين عملت دراسه ايه احتياجات كل فئه من الشرايح دي، وبالتالي ابتدت تخلالهم. فانت حضرتك لو بصينا على القطاع الفندقي او على القطاع السكني، احنا عندنا السكن اللي متوافق مع كل الطبقات، يعني من اول الثلاث نجوم والاربع نجوم والخمس نجوم واللكجري. لو بصينا على خدمات الانترتينمنت، لا عندنا للاطفال باركس كتيره وانترتينمنت جوه، عندنا الجزء بتاع السينمات والمولات او الريتيل اندستري ان جنرال، عندنا جزء بالنسبه للتين ايجرز. حتى الفعاليات المهرجان كانت واخده بالها من القصه دي جدا. كله حضرتك هي اللي بيخلق عوامل الجذب الى جانب المنتج. احنا عندك منتج قوي جدا ومعمول فعلا على احدث طرازات، يعني انت بتبص لحجم الاستثمار اللي تم في مدينه العالمين هو يعتبر الاكبر في الساحل الشمالي. ومن حيث الجوده يمكن اعلى جوده في الساحل الشمالي، ومن اعلى الجوده الموجوده كمان في الشرق الاوسط، يعني معموله على فعلا على اعلى طراز يعني، وكل الحاجات اللي موجوده فيها هي ستيت اوف ذا ارت تكنولوجي، يعني احنا مستخدمين اعلى ما توصلنا ليه في البنيه التحتيه، وعملنا الفاونديشن واتعمل الفاونديشن بيه. فده من الحاجات المهمه جدا. لو جيتي حضرتك بصيتي على الشواطئ بتتوسع، لو بصيتي على الخدمات والامور الترفيهيه، انت بقى عندك الحمد لله دلوقتي عدد كبير جدا من انواع الايفنتس او الاكتيفيتيز بتاعه الترفيه. لو اتكلمتي حتى على الانواع الثقافيه، بقى عندك مدن العالمين القديمه بنسميها الهيلز او الديونز اللي الناس بتحب تخش الصحراء وتكسبلور العالمين بطريقه مختلفه عن البحر. لو بتتكلمي عن التراث، عندك مدينه العالمين والسيمنتريز او كل الايفكت اللي جه من الحرب العالميه، وازاي المقابر اللي موجوده هناك دلوقتي بتبقى مقر سياحي، ازاي بقى عليها فوكس ان يتخلق منها كلها نوع اكسبيرينس تحكي لك الستوري زي الستوري اللي بيهايند، يعني المنطقه دي كانت ازاي ودخلت ازاي. صحيح. يعني بتبتدي تبني حتى في ثقافة الجيل الأصغر وتنميه إن بيبقى شايف الأمور بطريقة مختلفة. طبعا بقى عندك برضو كتير جدا الحفلات وسياحة الانترتينمنت بقت برضو بتكبر بكبر كبير جدا في الساحل الشمالي وبقى عليها فوكس. فدي كل دي من أنماط سياحة اليخوت كمان، دي سياحة احنا كنا مقلين فيها إلى حد ما، ولكن دلوقتي في انتعاشة، يعني دلوقتي بقى في تركيز عليها، يعني سياحة اليخوت في توجه إن احنا نركز عليها، يعني بقى في توجه فعلا من الدوله ان تشجع
الاستثمار فيها سواء بالقطاع الخاص او بالشراكه مع القطاع الخاص او عن طريق الدوله نفسها. النهارده يمكن بنشوف بقى عندنا أربعة أو خمسة كمان دلوقتي مارينا تحت الإنشاءات موجودين في الساحل الشمالي، كلهم بيهدفوا لاستجداب اليخوت الكبيرة من البحر المتوسط. إذا هيقدر يلينك مصر بدول تانية مجاورة بحيث أن هذا النوع من رفاهية السائح لما يجي يقدر يستمتع بمصر والديستنيشنز القريبة منها في البحر المتوسط. يعني دي سياحة عالمية طبعا ومهمة جدا أن احنا نهتم بيها، ولكن أنا الكلام ده كله يعني زي ما قلت مبهج ومفرح وكل حاجة، ولكن في شيء محزن شوية أن احنا بنبقى طول الصيف منتعشين جدا والعلمين والساحل الشمالي يعني موجود على ارض الواقع، موجود حتى في الميديا، وانت قد ايه شايف المجهود المبذول، ولكن بنيجي في الشتاء زي ما نقول سيزن. فنعمل ايه عشان يبقى المواضيع دي يعني جذب السياح ليها صيف وشتاء زي ما قلت كده واحده واحده، تبقى من سكند هوم لفيرست هوم، لان انا شايفه انه خساره مدينه زي دي تروح في الشتاء تلاقي الدنيا خلاص مفيش. لا حضرتك، هي دلوقتي بالمجهودات اللي بتحصل من الدولة والقطاع الخاص احنا هنبتدي نشوف الساحل الشمالي السيزن بتاعه بيمتد. يمكن السنة زي ما قلت لحضرتك احنا هنمتد لحد اكتوبر بحجوزات، يعني الناس شايفة فعلا حجوزات لمدة شهر اكتوبر بالكامل. من السنة الجاية هتلاقي حضرتك ابتدت ناس تبوش ان يبقى نوفمبر كمان من ضمن الفترات دي. هيساعدك بقى بايه؟ زي ما انت قلت بالجامعات، بان انت تبتدي تعملي تشجع المنطقه الصناعيه اللي هناك. هيكون برضو مشروع الضبعه ده من المشاريع اللي هيكون بتدرع عائد كبير قوي من الناحيه الصناعيه للسبورت على الصناعه اللي هيديها، من الناحيه الاستراتيجيه بالنسبه للدوله. احنا شايفين بوادر مشروع الضبعه ده يعني مبدئيا هايله. فكل ده حضرتك دلوقتي يعني الميزه انه بتجمعوا رؤيه واحده، يعني كان في الاول كانت مجهودات متفرقه، النهارده بتجمعوا رؤيه واحده شايفه الساحل الشمالي كله بجميع اركانه ومخليه كل الاطراف تشتغل في طرق متوازيه. فانت عند حضرتك اللي شغال في العالمين لحد ما توصل لمرسى مطروح الساحل كله في نمو. التنميه دي كلها تنميه سريعه اولا، ثانيا في تركيز فعلا انها تتمد للسيزن. فدلوقتي كل المجهودات بتحصل احنا ازاي نقدر نمد السيزن. فهو هيبتدي يمد السيزن بفعاليات، هيبتدي يمد السيزون باستقطاب العقول بحيث انه يبتدي ينقل مجموعه شركاته منها، يعمل هاب زي بيسميهم بزنس هابس، يبقى الناس بتبتدي تنقل مقر سكنها هنا، شركاتها هنا، المنطقه الصناعيه مع نموها هتلاقي اصحاب رؤوس الاموال ابتدوا هم كمان يخلقوا لنفسهم شركات وبالتالي يخلقوا لهم موظفينهم. صحيح. تبتدي الموظفين تجيب اسرهم، فنبتدي نشوف الخدمات، تبتدي الناس تستثمر في خدمات اكتر، فتبتدي السيزون هو كمان يبقى خلاص شغال طول السنه. طيب بالنسبة طبعا احنا زي ما حضرتك ذكرت ان احنا عايزين نحافظ على جذب السياح باستمرار طول الوقت، وعندنا طبعا شواطئ البحر الأحمر برضو احنا بنتميز بيها، فشايف حضرتك ايه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية عشان برضو نعمل قوة جذب للشواطئ البحر الأحمر؟ ايه المناطق اللي مستهدفة؟ يعني هو دلوقتي التركيز كله على الغردقه بالتحديد، يعني يمكن هي اكتر حاجه في البحر الاحمر واخد اتنشن دلوقتي، ومرسى علم بعديها. الجزء بسبب الحرب في غزة هو ده اللي عامل توتر كبير جدا في المنطقة دي بالتحديد، يعني فدي هتبقى هو خلي بالحك احنا الأقرب كمان للمنطقة المشتعلة دي، فدي هتبقى منطقة مشتعلة، يعني جذب السياح ليها في الوقت الراهن صعب. لكن دورنا احنا وكميديا كإعلام لازم يوصلوا الصورة ان كمان الدنيا هناك مستقرة، ويوروا الواقع فعلا اللي موجود هناك سواء في طابة او في شرم الشيخ، بحيث نبتدي ودهب، بحيث نبتدي نفس الاماكن دي زي ما كانت منتعشة ترجع تنتعش اكتر. ونأمل ان شاء الله ان هذا الصراع يتحل في اقرب وقت، لانه هيبقى في الصالح العام لكل الهيومانيتي. يعني طبعاً. احنا في النهايه بنرحب بحضرتك ونورتنا النهارده واسعدتنا بوجودك معانا النهارده، بضيفنا الخبير السياحي الاستاذ محمد قعود. شكرا لحضرتك وصباحك ورد ويومك جميل. شكرا كتير لكم. مشاهدينا لسه مكملين معاكم لفقرتنا الثانيه والاخيره، انتظرونا.
ورجعنا لحضراتكم في فقرتنا الثانية والأخيرة. النهاردة العالم كله بيحتفل بيوم الشباب. الحقيقة أن الشباب هم الحاضر والمستقبل، عشان كده نشأتهم مهمة جدا علشان نقدر نطلع أجيال واعية ومثقفة وقادرة على مواجهة التحديات والتغلب عليها. عشان كده خلونا نرحب بالدكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد يا فندم. في البداية نرحب بحضرتك ومنورنا النهاردة. أهلا. ونبتدي كده نعرف من حضرتك إيه هي الأهم الطرق لتربية الشباب الصغير عشان طبعا نخلق جيل صالح للمجتمع ويكون كده يعني جيل واعي، فإيه أهم التعامل مع الشباب الصغير؟ يعني أنا متفق مع حضرتك تماما إنها فترة مهمة جدا في حياة أي إنسان. الفترة دي اللي هي بتبدأ من سن حوالي 13-14، الحقيقة دلوقتي بقى فيه تفاؤل أكتر، بنقول إن الشباب لغاية سن 45 كمان. طب إزاي نأهل شبابنا للحياة؟ هل إيه المهارات اللي هم محتاجينها؟ إيه الجوانب الروحية اللي هم محتاجينها؟ إيه الجوانب القيمية والأخلاقية اللي هم محتاجينها؟ كلما بدأنا مبكرا في إن احنا نديهم ذخيرة من المهارات، القدرة على التواصل مع الآخر، وده دور الوالد ودور المدرسة ودور الأم، إزاي ننمي في أولادنا وبناتنا مهارات التواصل، مهارات انه يقدر يقول اللي هو عاوزه من غير ما يبقى خايف ان حد هينتقده او حد سيسفه منه، مهاره التفكير، مهاره القدره على اتخاذ القرار، مهارات حل المشاكل، مهارات بقى مهمه جدا التعامل مع التحديات. احنا يجب ان نتفق جميعا ان الشباب اليومين دول بيواجهوا تحديات لم يواجهها الاجيال السابقه تماما. التنافس على مخهم من وسائل الإعلام، من وسائل الميديا، من العالم، العولمة، حرب. الدنيا بقت واسعة جدا عليهم، فبيواجهوا تحديات رهيبة وهم في فترة انتقالية، لسه جهازهم العصبي ما بقاش كامل النمو اكتمالا تاما، فالقدرة بتاعتهم على استيعاب كل ده، وكمان بنطلب منهم انهم يقدروا يحددوا رايحين على فين وعاوزين يعملوا ايه في حياتهم وايه انتماءاتهم وايه قدرتهم على تكوين هويتهم الشخصيه. طب دكتور هشام، انا في حاجه حضرتك قلتها هنا استوقفتني، لازم نقف عندها شويه. الحقيقه وحضرتك قلت ان جيل اليومين دول عاش وبيعيش فتره مش زي اي جيل تاني واصعب بكتير من الاجيال اللي فاتت. الحقيقه ان في اهالي بيبقوا متعنتين جدا وشايفين انه ان وانا في سنك انا عشت معرفش ايه، انا افهم اكتر منك الكلام ده كله، فبيربوا الولاد غلط، مش بيساعدوا ان هو يتحدى ويواكب والكلام ده كله. الاب نفسه او الام نفسها مش مواكبه التطور الفظيع اللي احنا بنعيش فيه. عشان تربي الشاب ده بشكل صحيح يتاقلم مع العالم، ما يبقاش في عالم موازي، فاحنا بنشوف هنا خلل. في ناس كتيره تحس انها متربيه بطريقه معينه على قديمه زي ما بيقولوا، لان الاب والام مقتنعين ان هي دي الطريقه السليمه، وده انا بتكلم في سن المراهقه لان ده اصعب سن، يعني ده السن اللي بيشكل شكل الشخصيه يعني. ده حقيقة طبعا. فازاي الاب والام يبقوا مواكبين وما يطلعوش الشباب عايشين في عالم موازي لحياتهم القديمه وده لا يتماشى مع العالم اللي احنا عايشينه دلوقتي؟ ده سؤال مهم جدا وموضوع مهم جدا. هل احنا فعلا اعدينا او حضرنا الامهات والابهات للقدرة على التعامل مع المراهقين والشباب في المرحلة اللي احنا فيها دي؟ لا طبعا. ولكن انا هقول حاجة مهمة جدا. دلوقتي في كورسات اسمها كورسات الوالدية بتعلم الاهل ازاي يتعاملوا مع المراهقين وازاي يتعاملوا مع الشباب. اول نصيحة بنقولها للاهل، دي حياة ابنك وبنتك مش حياتك انت، لا تحاول تحقيق احلامك او طموحاتك عن طريقهم، دي احلامك انت، حاول تفكر لمصلحة الولاد. انت شايف الدنيا بمنظورك اللي انت تربيت عليه او الحياة اللي انت عشتها. هل انت شايف هو ابنك او بنتك شايفين ايه ولا لا؟ فكان في كده منظمة الصحة العالمية طلعت حاجة جميلة جدا. قالت ان شعار التعامل مع المراهق والشاب، استمع الى اولادك، ما تديهمش اوامر، اسمعهم الاول. اسمعهم وافهم وجهة نظرهم. حاول على قد ما تقدر تبقى متابع التطورات اللي بتحصل في العالم حواليك. ولما تقعد معاهم حتى لو انت شايف انهم بيعملوا حاجة غلط، ما تقولهمش اه او لا، اسمعهم، تناقش معاهم، بنسميها كده بين لهم الصوره كامله. يعني دوري كاب او كام مش ان انا اقول غلط او صح، انا دوري ان انا ابين لاولادي دي الاختيارات اللي قدامكم، دي العالم اللي قدامكم، ده المزايا بتاعه كل اختيار، ده عيوب كل اختيار، واقعد معاهم ونمي فيهم مهارتهم على اتخاذ القرار، على انهم هم يكونوا شايفين حياتهم صح، هم اللي نفسهم يعملوه لو مش مخالف للروحانيات او للدين او للعقائد او الكلام ده، مفيش مانع ان احنا نجرب. ومفيش مانع يا دكتور ان انا اسمع من الولاد، ان انا افهم، ان هم يخلوني اواكب
جيلهم، لان انا لو انا بتكلم ومتعنت جدا ومصمم ان انا كلامي اللي صح، الثقه حتى من الولاد في الاهل بتبقى قليله، لانه خلاص هو مدرك ان بابا او مامته ايا كان الشخص اللي مصمم ان هو صح ده هو مش فاهم، هو مش فاهم حتى لغه الحوار بينهم، هو مش مدرك العالم بره عامل ازاي، فبيبتدي الشاب يفقد الثقه في راي الاكبر منه اللي المفروض يسمع له. صحيح. طيب صح. كمان في حاجه ضروريه عايزه اقولها لحضرتك واحنا شايفينها وحضرتك برضو ذكرتها، ان الشباب يعني في تحدي يعني تحديات نفسيه كتيره جدا خلال الفتره دي من ابلكيشنز من السوشيال ميديا الحاجات دي كلها، عايزين حضرتك يعني تكلمنا عن التحديات دي وابرزها وايه فعلا اللي بيعمل مشاكل جدا بين الشباب. اول حاجه لازم نكون عارفين ان احنا عندنا حاجه اسمها منظومه الجهاز العصبي. هذه المنظومة في سن الشباب والمراهقة دي الفترة الحرجة في تكوين منظومة صحية أو غير صحية. عشان تكون منظومة صحية محتاج إن احنا نوفر لأولادنا أو بناتنا بيئة صحية يقدروا فيها يحققوا اللي هم عاوزينه. طب لو أنا طول الوقت عمال أخبط هذا الجهاز العصبي بمثيرات أو منبهات طول الوقت زي السوشيال ميديا بالزبط. زي شاشة التليفون، زي حتى التلفزيون اللي أتفرج عليه، هل ده بيدي فرصة للجهاز العصبي انه ينمو نموا سليما ولا لا؟ فالوقت اللي بقضيه قدام الشاشة ده يجب تقنينه، لانه في الاول هو بيعمل تنشيط للجهاز العصبي، ولكن استمراريته او ان انا لو تخطيت الوقت المناسب بيعمل التأثير العكسي، بيعمل نوع من الانهاك للجهاز العصبي وعدم القدرة على التفكير بعد كده. فعشان كده في حاجة بنسميها بعد الوقتي للوسائل التواصل الاجتماعي او وسائل الاعلام اللي موجودة دلوقتي. لكن في حاجه اهم من البعد الوقتي بقى كمان، إيه بقى؟ المحتوى. احنا دلوقتي شايفين ان في محتويات في غايه الغرابه، عدوانيه وعنف غير عادي. غايه الغرابه فعلا، بتكلم بامانه غرايه غريبه جدا، عدوانيه وعنف وبعدين مش بس ايه، مش لقطه، ده متكرره وحاجه تقلبي متكرر متكرر متكرر. يا ترى ده بيعمل ايه جوانا؟ يا ترى بيغير نظرتنا للعنف والعدوانيه ولا لا؟ مواقع اخرى بتدي محتوى اباحي وافكار غريبه عن مجتمعنا، ما بيقابلوا افكار غريبه حتى عن الفطره البشريه. بص حاجه، انا ممكن اتعرض لاي شيء مره او مرتين، لكن لما يقعد متكرر متكرر متكرر. يا دكتور هشام احنا يعني بنشوف الحاجات دي كمان في محتويات تخص الاطفال جدا، يعني حاجات كرتون وديزني، يعني بيندس الكلام ده للاطفال من غير ما تحس. بص حاجه، انا ممكن ادس الحاجه وما تاثرش، ولكن التكرار 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 بيخلي المخ يتطبع مع هذه الاشياء. يتطبع يعني ايه؟ خلاص ده العادي، ده الطبيعي، ده اللي انا هتقبله عادي. فاكر حضرتك نظريه الكتاب زمان؟ كنا بنحفظ ولادنا بالتكرار. هما بيستخدموا نفس النظريه دلوقتي في وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا. حاجه غريبه دلوقتي بنسمع عنها، جرائم الالكترونيه مع الاطفال والشباب، الابتزاز، التنمر عن طريق هذه الوسائل. كل ده له تاثيرات سلبيه جدا 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 على نفسيه شبابنا. بدل ما انا مخرج شاب متفائل وطموح ونفسه يحقق احلامه ونفسه بلده وتبقى احسن بلد، انا بخرج شباب يا عنيف يا عدواني يا قيمه مختله يا محبط. طب انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، وشفت المشهد ده من فتره. في ناس بيجي لها يعني لو حضرتك هنمنع التليفون او حاجه عن شخص بيجي لهم زي نوبات كده عصبيه وسرعة وكده، الموضوع ده صعب يتعمل عليه كنترول، ممكن حضرتك تشرح لنا الحاله النفسيه للحاجه زي دي؟ كويس. احنا اولا كلمه المنع دي في استخدامها مع الشباب او المراهقين خطأ. كلمه خطر جدا، اول ما اقول بمنعك هيعمل لها زياده، فلازم نكون فاهمين نفسيه ده كانه مدمن. انا شفت مشاهد كده، انا بتكلم عامه دلوقتي قبل حتى نظريه الادمان. اول ما بقول للشاب او الشابه او المراهق او المراهقه ده ممنوع، هو لا اراديا مخه بيشتغل كده، طب انا هعملها. فما استخدمش كلمه المنع، ممكن نستخدم كلمه ايه، هننظم الموضوع، هنقلل الموضوع. فانا بنصح الاهالي ما نستخدمش كلمه منع. طب نقننه ازاي؟ احنا كل الجمعيات العالميه بتاعه الاطفال والمراهقين والشباب قالت الاتي، طبعا اللي هيقولوه ده المثالي اللي هو صعب تحقيقه، ان بالنسبه للاطفال من سن 3 سنين، طبعا قبل كده المفروض لا، يعني من سن 3 سنين ل 7 لا يتخطى الوقت اللي بنقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلاميه اكتر من ساعه يوميا. طبعا ده استحاله، بس احنا بنقول بقى كده بخبرتنا في العيادات وفي الحياه، ساعه صباحا وساعه مساء. لو عرفنا نعمل كده اكتر من سن 7، كل التوصيات العالميه بتقول ان لو استخدمت الوزير وسائل اكتر من 3 ساعات تاثيرها بيبقى سلبي على نمو الجهاز العصبي. صحيح. انا مش بتكلم على المحتوى، انا بتكلم على الوقت بس. فطبعا احنا لا يمكن هنعمل كده طبعا، يعني الحياه ما هياش كده، فبنقول ايه 3 ساعات بالنهار وساعتين في فتره المساء. ده على الوقت. المحتوى بقى كمان ده مشكله اخرى، ده لازم طبعا نتعامل معاه، وازاي نحصن ولادنا ضد المحتويات اللي بيتعرضوا اليها.
هل في بعض الناس وصل عندهم استخدام تلك الوسائل لما نطلق عليه ادمان الانترنت او الادمان الرقمي؟ اه، وده بحث اتعمل في مصر على فكره، اتعمل في العالم كله واتعمل في مصر، ومصر زي العالم، نفس النسب هي نفس العالم. 10% من المراهقين والشباب الذين يستخدمون ما يطلق عليها الوسائل الرقميه، انترنت وكل الاشياء دي، بيصابوا بما يطلق عليها ادمان الانترنت. اعراضه ان انا توحدت مع هذه الاشياء، اصبح حياتي كلها عباره عن ايه؟ تليفون. ولسه يا دكتور احنا داخلين بقى في قصص اي اي وحاجات بقى، كل ده طبعا بيزود الجاذبيه بتاع هذه الاشياء. ولو توقف عن هذا الشيء نتيجه الكهرباء اتقطعت، نتيجه حصل اي حاجه، ها، بيجيله اعراض انسحاب بالظبط. أيوة. زي مدمن الهيروين او مدمن المواد المخدره، والعصبيه، وفي بعض الاحوال بيعرق، وفي بعض الاحوال بيدمع، وفي بعض الاحوال. طب نعمل ايه يا دكتور لو لقينا حد كده؟ الناس تعمل زي إيه؟ طبعا ده هنستخدم نفس الوسائل اللي بنعالج بيها ادمان اي شيء، مش كده؟ لا، لكن اهم نصيحه للاهل، ما اقولش لحد عنده هذه العاده او متعود على هذه الاشياء مره واحده وقف، لانه في الاخر انا هدخل في صراع ومش هكسبه، لانه هيعملها من ورايا. الاول اخلى البدائل اللي هتخلي الانسان يعمل حاجه تانية غير الموضوع ده. ايه البدائل الجميله اللي ممكن تجذب شبابنا لهذا؟ عارف حضرتك مهرجان العالمين اللي لسه كنت بتتكلموا عليه؟ متخيلين مهرجان العالمين ده جميل قد ايه؟ حفلات، مسرحيات، انشطه على البيتش، انشطه على كذا، وعمال اعمل لها دعايه جميله. انا لو شاب هبقى نفسي اعمل الحاجات دي ولا لا؟ اه، حتى لو انا بلعب على الانترنت. ليه؟ لانها فيها ريكوجنيشن، فيها كده ايه، شهره، فيها متعه، فيها ناس بتعملها، بنبرزها في وسائل الاعلام. فانا كشاب انا نفسي اعمل ايه؟ نفسي الناس تاخد بالها ان انا موجود، نفسي اعمل حاجه الناس تقول عليا انا هايل. فلو الحاجات دي تتنافس مع وسائل التواصل الرقمي احنا ممكن نقلل هذه الاشياء جدا. ولكن فكره المنع والقهر مع الشباب والمراهقين تاثيرها عكسي تماما. طيب يعني انا مش عارفه حقيقي، سن المراهقه ده من اصعب المراحل اللي اي اب وام ممكن يتعامل بيها مع ولاده. هيك تنصحنا كده نصيحه سريعه للاباء والامهات، ايه افضل طريقه للتواصل مع الشباب في السن ده، وايه افضل طريقه، مش هقول للثواب والعقاب ولكن للتوجيه، يعني عشان الولد ما يحسش ان انا بقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه فيعند اكتر زي ما حضرتك قلت. ايه افضل الطرق للتعامل مع السن الصعب ده؟ كويس. منظمة الصحة العالمية عملت كده مجموعة من الإرشادات كيفية التعامل مع المراهقين والشباب اللي هم لسه في بداية عمرهم الشبابي. رقم واحد زي ما حضرتك قلتي التواصل. بس يعني ايه تواصل؟ أهم حاجة في التواصل مش إن أنا أقول لهم، إن أنا أسمعهم. طبعا كل شاب وشابة محتاجين ودن تسمعهم، وأنا بسمعهم منتبه إليهم، مش اللي هو أنا بقرا الجورنال أو بلعب على التليفون وإيه قول يا ابني وأقوم أديله رد وكده. لا، زي ما إحنا قاعدين بنتكلم مع بعض، باصين لبعض، بستمع اليك بانصات، وبقدر اللي انت بتقوله. التواصل المحترم، بحترم ارائك حتى لو ارائك هايفه، حتى لو ارائك سفيهه، بس انا بحترمك، بحترمك عشان بسمعك وكده. لما اجي انا اتكلم معاك ما هيش اعمل ولا ما تعملش، ايه رايك، كلمه ايه رايك، نفكر ان احنا ممكن نعمل كذا او كذا، عشان ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، وكانني بتعامل مع اصدقائي وليس مع حد مرؤوس ليا. هذا التعامل المحترم اللي فيه عرض للاختيارات واخذ راي المراهق او المراهقه او الشاب او الشابه بيؤدي الى بيئه صالحه اكتر للتواصل بين الاثنين. بدل ما استخدم كلمه عقاب دايما بستخدم كلمه حاجه اسمها تقويم. انا بقوم، انا بحاول احسنك. ودايما وانا بتكلم مع الشاب او الشابه او المراهق او المراهقه بستخدم الاتي: انت انسان جميل، دايما صوره ذاتيه ايجابيه. خساره ان حد زيك كويس ومحترم ويعمل حاجه زي كده، عشان اخليه في الاخر يوصل له مفهوم مهم جدا. صحيح. طبعا. استخسر ان انا اعمل حاجه غلط. طبعا. استخسر ان انا اضر نفسي، استخسر ان يبقى منظري وحش. اول ما يوصل للشاب والشابه والمراهق والمراهق انا كويس، انا انسان جميل، ربنا خلقني حاجه جميله، هحافظ على نفسي. طبعا. بدل ما اقعد اقول له غلط واعاقبه والكلام ده كله. طيب بمناسبه بقى النهارده ويوم الشباب، النهارده التنسيق بتاع الثانويه العامه، عايزين او طبعا الشباب داخل على مستقبل جديد وحياه جديده، حضرتك ممكن تنصح الاهالي بايه، خصوصا لو هم داخلين حاجه الاهالي مش عايزينها واللخبطه اللي بتحصل دي ما بين الاهالي والاولاد؟ طبعا انا متخيل. طبعا. تنصحهم بايه حضرتك أنا النهارده؟ انا عاوز بس نلغي كلمه مهمه جدا. فضل. الاهالي مش عايزينها. الاهالي مش دورهم يعوزوا او ما يعوزوش، هم دورهم ينصحوا، مش كده ولا لا؟ لان مين اللي هيعيش؟ مين اللي هيعيش بعد كده؟ هو الشاب او الشابه او ولادنا بتوع الثانويه العامه. فما اقولش انا عايزهم يبقوا كذا، انا نفسي يبقوا احسن ناس، انا نفسي يحققوا ذاتهم. لو ابتدينا من هذا المنظور الدنيا هتتغير خالص في الحوار ما بين الاهل واولادهم.
وبنقول بقى كلمة كده جميلة مجتمعنا بيقولها، ما خاب من استشار. أنا كأهل لازم أستشير الآخرين، هو إيه اللي حلو الأيام دي أصلا، هو إيه الشغلانات الكويسة بعد كده، هو المستقبل لإيه. هو ده اللي كنا لسه بنقول عليه، لازم نواكب عشان ما نبقاش في عالم موازي. هو الحاجة كلمة جميلة وليست مجاملة ولا أي شيء. سيادة الرئيس كان طلع في مرة وقاعد يتكلم على المبرمجين وعلى العالم الإلكتروني وعلى الحاجات دي. طب ما دي حاجة مهمة إن احنا نشوف السوق محتاج إيه، العالم محتاج إيه دلوقتي. وزي ما أنا استشرت أنا بعلم ولادي ما خاب من استشار، إن احنا قبل ما نكون يعني آراءنا ولا نعمل ناخد آراء. أكتر جملة يعني حسن الختام، ما خاب من استشار. ده حقيقة. فيعني احنا مبسوطين بوجودك معانا النهاردة، ودي كانت استشارة لينا جميعا. بنشكرك دكتور هشام رامي، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية المصرية للطب النفسي. نورتنا وصباحك صباح الورد. صباح الورد يا فندم. صباح الورد عليك. صباح الورد عليك يا دينا، وحلقة لطيفة وجودك فيها دايما. صباح الورد على مشاهدينا. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، استنوني أنا ودينا بكرة في حلقة جديدة من صباح الورد.